يا أبنائي وجميع الأبناء أبناء المسلمين أبنائي في الحقيقة، أوصيكم باتباع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان الأول في حياتك، في عبادتك، في أخلاقك، في سلوكك محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون أمامك بسيرته بسنته، في صلاتك، في عبادتك، في كل شيء من شؤون حياتك، حتى يهديك ويدلك على جنات النعيم والفردوس الأعلى صلى الله وسلم عليه.